رجل صلى بجانب راتبة الفجر لكنه لم يصلي إلا ركعة واحدة لأنه كان نائما، وبعد فراغي من الصلاة أخبرته بأنه لم يصلي إلا ركعة واحدة وسألني هل يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو أم يعيد راتبة الفجر ركعتان، فما هو الصحيح؟ إذا كان الوقت قريب، إذا كان الوقت قريب ونبهته ولم يمضي إلا وقت يسير، يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويسجد للسهو.